سنن الوضوء تثليث أعضاء الوضوء. الواجب مرة، لأن الأوامر المطلقة في القرآن والسنة قاعدة هذه. الأمر إذا أطلق في القرآن والسنة كان الاجتزاء، كان حد أدائه مرة. إطعام 10 مساكين إطعامهم مرة، لكن لما قال من أوسط ما تطعمون أهليكم احتاطوا بوجبتين. لما يقول ربنا جل وعلا أتم الحج والعمرة لله مرة واحدة، فالإنفاذ بمرة. لما يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق لم يحدد عددا، فإن تنفيذ هذا الأمر بأدائه كم مرة؟ مرة واحدة فقط، لأن الله أطلق الأمر. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وتوضأ مرة مرة، ثم قال هذا وضوء لا تصح الصلاة إلا به، ثم توضأ مرتين مرتين وقال من ضاعف ضاعف الله له، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. فاكتفى عليه الصلاة والسلام بالمرة، لكنه ثلث، أليس كذلك؟ جميل. فكيف صنع بالرأس والأذن؟ لا، توضأ ثلاثا ثلاثا وثلاثا ثلاثا، فكيف تمسح مرة؟ هذا الحديث هو الذي استند عليه المشارقة فقهاء المشرق فيما ذهبوا إليه من تثليث الممسوحات. قال الممسوح يثلث بدليل هذا الحديث أن الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. المغاربة قالوا الله أمرنا بالمسح، وما زاد على المرة كان غسلا، وبعضهم أثبت للممسوح واحدة، وجاء بالتصحيح للفرق بين الغسل والمسح ولو كرره لاتحد، أي صار لا فرق. أنتم ما جابين المدار معكم؟ كيف يسوي البيت هناك؟ كيف يسوي البيت المدار؟ كيف تتابع الأبيات؟ لما أتكلم كذا حتى أحيانا أذهب، وكل كل واحد كتابه معنا لما نجي درس الأبيات. الفرق بين الغسل والمسح ولو كرره لاتحدا، اتحدا الضمير عائد إلى الممسوح الموصول، اتحدا كذا رأوا. هذا رأيه في المسألة، أنه إن ثلثت فقد وحدت بين الغسل والمسح، فلم تمتثل لأمر القائل فامسحه. لكن القائل المغاربة أيضا ما عندهم فقط استنباط هذا، استدلوا بحديث علي بن أبي طالب أنه توضأ ومسح رأسه وأذنه مرة، فهذا عندهم دليل. وقالوا حديث ثلاثا ثلاثا عام مخصوص بحديث علي، لا، حديث عام خصه حديث علي أن الممسوح لا يكرر. فعلى أي حال من مسح ثلاثا فقد امتثل قولا من أقوال الفقهاء، ومن مسح مرة مرة فقد امتثل قولا من أقوال الفقهاء.